حول واقع وافاق الاستثمار في مدينه القدس وايضا مشكلات ومخاوف المستثمرين في المدينه نستضيف الاستاذ مازن صنقرط رئيس مجلس اداره شركه القدس القابضه اهلا بك. اهلا يعني بكم. في البدايه في حديثنا عن الاستثمارات لو تحدثنا عن حجم الاستثمارات الاقتصاديه تحديدا الفلسطينيه في مدينه القدس. يعني للاسف حجم الاستثمار الفلسطيني في مدينه القدس لا زال متواضعا وهو صغير نسبيا. لان الناظر الى الحاجه الاستثماريه في مدينه القدس فهي كبيره في كافه المجالات والقطاعات الاقتصاديه او والواعده منها كالاسكان والسياحه والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. للاسف نحن نتحدث عن استثمارات محليه ضعيفه جدا. الاستثمارات الفلسطينيه من خارج القدس او من اهلنا في الثمانية 48 لا زالت محدوده جدا. فبالتالي يعني القدس هي ليست على الخارطه الاستثماريه للفلسطينيين وبكل اسف. في هذا الجانب لو تحدثنا عن العوامل الطارده للمستثمرين والاستثمارات في مدينه القدس. يعني بعض هذه العوامل التردد الغير مقنع بعضها القوانين الاسرائيليه الجائره ولكنها يعني هي قوانين تبنى وان كانت وضعيه وهي مبنيه من مؤسسات نوعا ما فاعله وقوانين الى حد كبير عصريه. ولكن يعني البيئة هي ليست طاردة في المفهوم الاستثماري ولكنها واعدة. إذا نظرنا اليها عن قرب وحاولنا ان نركز اهتمامنا فاننا نريد للقدس ان تكون فعلا عاصمه للشعب الفلسطيني فعلينا ان نزيد اهتمامنا فيها وعلينا ان نزيد استثماراتنا فيها وعلى السلطه الوطنيه الفلسطينيه ان تسخر بعض السياسات الاقتصاديه المحفزه للشركات الكبرى والبنوك الفلسطينيه لكي تزيد من اهتمامها وتطلعاتها نحو الاستثمار في مدينه القدس وبرايك اي القطاعات تشمل الجزء الاكبر من الاستثمار في مدينه القدس؟ ولماذا تحديدا هذه القطاعات خصيصا تنجح اكثر او ربما تسيطر اكثر على الشارع المقدسي؟ يعني هذه مدينه القدس هي مدينه تاريخيه فيها كثيرا من الحضارات. وفيها المراكز الدينيه الاساسيه ممثله في المسجد الاقصى المبارك وكنيسه القيامه فيها صور القدس العظيم والبلده القديمه وتاريخها وحضارتها ومركزها الجغرافي ما بين المدن فبالتالي السياحه هي ركن اساسي وتشكل 40% من الناتج المحلي للاقتصاد المقدسي وهي واعده ونرى اليوم السياحه الاسلاميه الوافده من دول كماليزيا واندونيسيا وتركيا وغيرها ونرى ايضا السياحه المسيحيه التي ايضا تاتي الى القدس فبالتالي علينا الاهتمام وعمل بنيه اساسيه اكثر ملائمه لاستقطاب هؤلاء الناس والاستفاده من هذه السياحه الوافده التي تسعى ان تكون وجهتها القدس الشرقيه بالتحديد الاسكان بلا شك هو قطاع اساس وواعد لتثبيت المواطن الفلسطيني وبالتحديد الأزواج الشابة وتطلعاتهم والعيش بكرامة في داخل هذه المدينة المقدسة فنحن نتحدث اليوم عن حاجة المدينة لحوالي 40 ألف شقة سنوية خلال العشر سنوات القادمة وأيضا التعليم نحن بحاجة لمئة مدرسة جديدة لأننا عندنا نقص هائل بالصفوف المدرسية بالنهايه هل برايك تتجه الاستثمار وواقع الاستثمار في المدينه الى الضعف اكثر الى التزايد ام الى لربما الانقراض تحديدا في المدينه والاستثمارات العربيه تحديدا يعني سياسات اسرائيل واضحه تجاه مدينه القدس هي ترفع شعار لا للتنميه في القسم العربي في مدينه القدس وهذه سياسات ممنهجه وواضحه بادوات مختلفه وتتحدث عن قضيه الضغوط المختلفة وبالتالي التهجير لأهلنا في مدينة القدس لكي تكون الديموغرافيا أقل مما هو الحال عليه اليوم نحن اليوم 40% من ما يسمى القدس الكبرى يريدون لنا أن نكون أقل من 15% في ما يسمى بالقدس الكبرى إضافة لذلك سياسات الأسرلة والتهويد الممنهجة من المؤسسات الحاكمة في إسرائيل فبالتالي كل هذه الأمور هي بلا شك يعني سياسات ضاغطة بس ولكن يجب أن لا تؤثر فينا إذا كانت الإرادة موجودة عند السياسيين من ناحيه وعند القطاع الخاص الفلسطيني والعربي من ناحيه اخرى لان القدس هي لنا واننا بدون القدس لن يكون هناك لا دوله فلسطينيه ولن يكون هناك كرامه للشعب الفلسطيني ولا حتى العربي والمسلم. الاستاذ مازن صندوقرت رئيس مجلس اداره شركه القدس القابضه شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم.